مرحبا، اليوم حلقتنا فيها مواضيع جديدة وفيها معلومات جديدة، منشوفكم يلا. كيف المكان؟ حلو صح؟ جميل. بعدين رح تاكل اكل زاكي ان شاء الله. شو كنت احكي لك؟ تفضل. شو حابب تاكل قبل ما نبلش حديثنا وحوارنا؟ لانه زمان ما شفتك انا ولازم اعرف منك شويه تفاصيل جديده. يا ميت اهلا. عشان هيك عزمتك. مش عارفه القطك. بسم الله، يعني كل شوي حفله 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 حفله، مش عارفه القطك. قل هو الله احد. شو حابب تاكل؟ نطلب المنيو. نطلب المنيو. يا ريت. انا مش بقول يا خال، انا بحسب بس. انا بحسب بس. شكرا. السلام عليك. تمام. شو حاب تاكل؟ احنا دائما بظلمونا اخصائيين تغذية، تعرف ليش؟ بقولوا دائما عقلكم في الاكل، بس احنا فعليا عن جد مش عقلنا في الاكل، عقلنا بمكونات الاكل. صح بالزبط. مش انت بتحضر لبطولة؟ نعم. شو رايك بالستيك؟ اه مش غلط. بتحب الستيك انت صح؟ اوكي. Good idea. تحبه مع ايش؟ بالستيك. تفضل. حب يطلب. يعطيك العافية. غلبك بدي ستيك. ستيك؟ وأنا سلطة. سلطة؟ كالعادة بحب السلطات. شكرا. بس سؤال، ممكن تشوف لنا الشيف إذا بيقدر يعمل الستيك هيلثي أو لا؟ شكرا. شكرا. رح تاكل ستيك هيلثي. حلو. وقل لي بفرق معك الطعم ولا صحي؟ اكيد. اذا رح يفرق معك الطعم ولا لا؟ رح اشوف انه ما رح يفرق الطعم كثير. اكيد. هسه شوف. هلا بتشوف. هلا بتشوف. طب سؤال. احكي لي شو موضوع البطوله هاي اللي بتحضر لها؟ انا سمعت من قرايبينك. بحضر لبطوله المولا كمان قريب ان شاء الله. ماشيين بالتدريب. عم تلعب رياضة كثير؟ تقريبا باليوم ساعتين ثلاث ساعات. جد؟ غير طبعا الركض. هذا لانك انت بتحضر لبطولة. اكيد. بتعرفي انه هو بالوضع الطبيعي الناس مفكرة انه اذا لعبت رياضة كثير هي بتنزل وزن اكثر واسرع. لا مش شرط. طبعا لا. لا لا. طبعا لا، لانك لا انت طبعا بتبني عضل فبزيد الوزن كمان، ممكن يزيد لانك انت بتضلك تبني عضل وتنساش انه العضله اللي بتحس فيها سواء حسب الرياضه. هسه الرياضه في رياضه تبني عضل. بتبني عضل. في رياضه بتعمل عصب. طبعا. في رياضه بتنشف دهون. بالضبط. بشرط الرياضه بالزبط. تبني عضل يعني. وكلها لها اكل خاص بيختلف. بالضبط. طبعا عشان هيك الواحد اذا بده يلعب رياضه بده ينزل وزنه ويلعب رياضه لازم يلعب مش اكثر من ساعه في اليوم، بس الناس ماخذه مفهوم خطا عن هذا الموضوع. بالضبط. تعرف شيء كمان، في كثير ناس بتعتمد على هلا بتقول لك انا باكل عشان انا رياضي وهيك لازم اكل اكل كله دائما لحمه 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 بيض لحمه بيض لحمه بيض لحمه بيض. لا مش شرط. مش ضال مش ضال. لا لا نهائيا. لا مش شرط. بس حلو. قلت لك شوف بقدر يعمل لك ستيك. ثانك يو. شكرا. احنا رح نجيب المواد من سامح مول. شكرا. نروح نجيب المواد من سامح مول. يلا عشان يعملوا لنا ستيك هيلثي ونقلبها ايش؟ هلك. يلا. انت عارف هلا بدي اورجيك كيف احنا لازم ناخذ اللحمه الحمراء تكون صح، لانه احيانا بتكون اللحمه مش صح. انت بتكون جايبها وبتكون حمراء وانت مختارها انها حمراء، بس هي فعليا مش لحمه حمراء، بتكون محطوط عليها اضاءه. بس كيف الواحد يعرف كيف جوده اللحمه؟ هلا ممكن تكون اللحمه زي ما حكيت لك عليها اضاءه، او بكونوا حاطين عليها ماده تعطي اللون الاحمر. هي مادة النيترات، هاي المادة بتخلي اللحمة
اللحمة تصير حمراء، بس إذا كانت الإضاءة بيضة وكانت لون اللحمة أحمر مش أحمر داكن، اعرف إنها اللحمة كويسة. يعني هاي الإضاءة تلعب دور والمادة كمان تلعب دور. يعني مثلا أنت الستيك اللي أنت كنت بتحكي عنه، المفروض إنك لما تأخذ لحمته تطلع لحمته زي هيك حمراء. طلع كيف؟ شايف هديك؟ أنت لما تقطعها طلع كيف عم بتصير ستيك؟ التكستشر تبعها، ممكن لو سمحت بس تعطينا من هدول الستيك بس نقيس ان اورجي التكستشر تبعها. التكستشر تبعها يعني انت لما تضغط عليها لازم تحس انه فيها المي تبعتها بعدها موجوده. هذا دليل انه الستيك معناها فريش. طبعا بدك ترقع نعمل عليها تست، بس احنا ممكن لانك انت لابس الجلوفز ممكن تضغط عليها تطلع الجوز تبعها موجود، المي تبعتها موجوده. طلع هاي معناته ان هي كويسه وان هي فريش. يس، اما اذا كانت مش فريش الجوز تبعتها ما بتطلع. لازم اكبس عليها، لازم تكبس عليها. كبس عليها ولونها اصلا مبين مش غامق كتير، ولون اللحم الحمراء نحن متدين عليه. اذا كانت غامقه كتير 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 بتكون محطوط عليها ماده النيتريت عشان تجذب، بتكون قديمه بحطوا عليها ماده النيتريت عشان تصير حمراء. القديمه بتكون مايله للسواد. عرفت كيف؟ اوكي خلص بدك ترجعها؟ بدك تاخذها من هلا؟ تمام؟ هلا انت امبارح اكلت الستيك تبعك ببطاطا مقليه ولا بطاطا ايش مشويه؟ مقليه. يا ويلي، طب تعال اورجيك الزيت اللي انت اخذته بالبطاطا المقليه قديش اعطى سعرات حراريه، وان شاء الله غمست بكاتشب كمان من السوق. طبعا. طب تعال معي اورجيك الكاتشب اللي من السوق قديش فيه مواد حافظه. لازم نحن ناخذ نحاول نعرف كيف نعمل الاشياء هاي في البيت، وكتير جهدها كتير بسيط وبتقعد في البيت فترة طويلة كمان إذا إحنا حفظناها بطريقة صحيحة. يعني مثلاً قبل ما نوصل الزيت، مع إنه الكاتشب قدامي، طلع الكاتشب هون عندك، هاي اسمها لائحة الحقائق الغذائية. هاي الحقائق الغذائية بتعطيك قديش في سعرات حرارية باللي أنت أخذته، وتحت بكون مكتوب قديش في إيش فيها مواد حافظة. يعني إحنا حاطين فيها إنه فيها مواد صلبة مذابة ومي ونشا وسكر وملح وخل وتوابل، يعني مواد صلبة مذابة الكلية كحد أدنى 29%، بس مش حاطين إنه فيها مواد حافظة. هذا إشي كويس، بس كمان أنت بدك تطلع على الطاقة قديش تعطيك سعرات حرارية. بكل 100 جرام هون حاطين أنا بتعطيك 110، يعني أنت كل معلقة كبيرة، يعني أنت عم تحكي المعلقة الكبيرة 30 جرام من الكاتشب. 30 جرام من الكاتشب أخذت منهم أنت تقريبا قريب 60 سعر حراري بس من الكاتشب. بس تخيل، ها إحنا بعد ما حكيناش عن الزيت يلي أنت قليت فيه البطاطا امبارح. تعال معي على الزيت أورجيك الزيت. طبعا هو اكثر ماده تحتوي على سعرات حراريه. كل واحد جرام من الزيت بيعطي 9 سعرات حراريه. عارف يعني كل واحد جرام من الزيت بيعطي 9 سعرات حراريه. وكل حبه بطاطا، كل حبه بطاطا حبه من السلايس اللي كل انت حبه بطاطا اللي هي السلايس قديش بتشرب زيت؟ قريب تقريبا بدك تحكي معلقه صغيره من الزيت. معلقه صغيره من الزيت تحتوي على 5 جرام. 5 جرام في 9، انت عم تحكي عن 45 سعر حراري انت اخذتهم من الزيت بس لحاله. فانت تطلع على السعرات الحراريه الموجوده. هذا ما عليه سعرات حراريه، تعال ندور على ايش عليه سعرات حراريه. هاي عليه سعرات حراريه. السعرات الحراريه بتحكي لك انه هون كل 100 جرام فيها 900 سعر حراري. كل 100 جرام فيها 900 سعر حراري. فاحنا بنحكي تقريبا كل 5 فيهم 45 سعر حراري بكل حبه بطاطا صغيره انت اخذتها. طلع لك البطاطا. لا كل بطاطا، البطاطا مفيده فيها فيتامينات، مش بس نشويات، مش هي مش بس اشياء معقده، لا هي كمان فيها نشويات. وهذا الحكي بيساعد كثير انك انت تاخذ طاقه بنفس الوقت بطريقه صحيه مش مقليه. نحن بناخذها بطريقه مشويه او مهروسه، ناكلها مع الستيك تبعتنا. وكمان تكون بالعقل، مش ناكل 16 حبه بطاطا مثلا. فهمت علي كيف؟ اوكي، هذا هو الطريقه اللي نحن لازم نتبضع فيها من السوق من البدايه قبل ما نحن نروح نجيب الاكل ونوديه على البيت عشان نطبخه.
اتفقنا ان شاء الله. كيف المشوار؟ لا الحمد بس ازمه. شفت؟ ازمه دائما شوارع لبنى وفي دائما شوارع عمان ازمه. اسمع هلا هم عم بيحضروا لنا اياها صراحه. زمان ما سمعت صوتك لايف، دائما بسمعه قاعده على اليوتيوب. وعلى شو بتحب تسمعي؟ سمعني من اغانيك. من اغاني لا 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 قولي اللي بدك يا لا 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 واحكي اللي بدك يا وشلون انسى الماضي وشلون انسى ساك وانت لقيت لي قاضي وانت لقيت جلاد عذبني شوي شوي عذب وتسلى في هلا ما بدي اياك. هاي من كلماتي والحاني. حلو بس يعني هلا هاي للمعذبين معناته انت لما عملتها كنت تاكل؟ لا كنت معذب. كنت معذب. كنت قاعد لحالك من زاوية في زاوية؟ اكيد. طيب شو بدي احكي؟ امتى في لك حفلات اشي جديدة؟ بس طبعا كل يوم الحمد لله رب من فضل من الله. لا يعني في اشي جديد عشان بدنا نروح نحضر يعني بدنا نشوفك لايف يعني دائما بشوفك شخصي بدي اشوفك. والله انا عزمتك انت تفضلي عندي انت ما اجيتيش. ما قدرت يومها كنا عم نعمل. والله انا عزمتك قلت لك تفضلي تعالي وانت اللي ما كان عندي عياده ما قدرت. يلا لا ان شاء الله المره الجايه بس احكي انت احكي لي عشان انا اجي. ستي 100 الف سنه. خلص تمام اكيد لانه دائما بشوفك هيك بحب اشوفك على المسرح. انا جاهز تحت امرك. طيب يلا احكي لنا شو في كمان عندك. كلك على بعضك حلو والاحلى الخجل بعيونك تزعل وترضى حلو شوكب بعيني اللي حزدونك وجهك طولك كلك على بعضك على بعضك على بعضك حلو. يا سلام سلمك الصوت. سلمك الصوت. سلمك يا سلام. طيب احكي لي وانت بتتمرن على صوتك شو بتشرب؟ انا عارفيني في شغلي لي مشروب خاص. جد؟ طبعا. يا سلام. اكيد مشروب سلطان. شكرا. عفوا حبيبي يسلموا ليك. تفضل. اها هاي بطاطا؟ هاي مشويه. اها ليش جبتوها مقلي؟ مقلي نوب. احنا بنحكي اقلبها هيلثي. شكرا شكرا كثير. كل العافيه كل الاحترام حبيبي. احنا بنحكي اقلبها هيلثي. انا بمزح اوكي انا عارف. بدك تجرب. اوكي بلش؟ بلش. انا صراحه تخصص سلطات. يعني اكيد كونك انا حتى يعني اهلي في البيت بيقولوا لي يا سوزانا يعني طولي بالك على السلطه. فانا تلاقيني كل يوم بحب اكل هيك سلطه وعندي موعد محدد للاكل لازم يكون في الواحد مواعيد محدده ياكل فيها. فانا هلا وقت السناك. يلا جاي صحه وعافيه على قلبك. البطاطا لذيذه بدها بس شويه ملح طبعا. مية مية. مش لازم تاكل ملح كثير بتعرف ليه؟ بخزن. مش بس بخزن، اذا حطيت بالملح اصلا كثير بالبطاطا ورجعت كمان حطيت ملح كثير يكون اصلا كمان ملح على الذره وعلى البروكلي. يعني ما احطش ملح؟ لا نهائيا. اعطيني هاي. اعطيني هاي. اعطيني هدول. طب فين جاهزين؟ ايوه. خلي لك هذيك مو مشكله. احط مي؟ لا جد بحكي جرب جرب كل هلا انت من كل من الستيك ودوق الستيك كيف مع الصوص. على فكره هذا مشروم صوص بس المشروم صوص معمول بطريقه هيلثي. كيف ديليشس. فرقت معك انه هو مش هيلثي انه هيلثي عن مش هيلثي؟
أقل دسامة. أقل دسامة صح؟ أخف بتحسه صح؟ أكيد. بس نفس الطعمة، طعمة أزكى حتى. صح؟ لذيذ. يا ريت صحة وهنا. يسلمك. غنينا يلا نفتح نفسنا على الأكل. الأكل نفسه. أكيد. شو بتحبي تسمعي؟ ليش تسألني؟ هذا أصلاً مش لازم تسألني، لازم دغري لحالك أصلاً تطلع الحكي. كل ما شوفها جاي قصادي قلبي يدوي يدوي ينادي، أجرى عليها ولا عليها زي البحر الهادي الصافي، رماني هوانا حلمت بلوانا برايت عيوننا برايت عيوننا تزيد حلا أما الحلوة غنت غنوة أما الحلوة غنت غنوة قلت لكل العالم خلصت قلت لكل العالم خلصت شفت كتير حلوين بعيوني اللي ابتسموا واللي خدوني ماشي الحالي ولا على بالي هما وبس عيونا خدوني سلامة هواها برايت عيوننا برايت عيوننا تزيد حلا بسم الله عليك زي اللي مركب مايك يلا كل ببرد اكثر هذا الو كيفك مهند شو اخبارك لا ما رح اتاخر على الموعد اكيد اكيد باي باي هذا مهند نور مهند ديب مهند نور مهند ديب زيرو ساز جم عندي انا هلا موعد معه تروحي بدي اروح طبعا بدي اروحي وانا وانا بكمل اكلي وانت تروحي اكيد يلا عن جد اتهنى بس لانه مهند رح يضل يرن علي سوزانا موعد الجم تبعك انا دائما عندي موعد محدد مع الجم الله يعطيك باي كل الاحترام اسمع خلينا على تواصل اليوم بحكي معك وبتحكي لي متى سهرتك الجاي باي مساء الخير اليوم معنا الكوتش مهند ديب ورح يحكي لنا كيف الستات رح يلعبوا تمارين رياضية سهلة في البيت بحركات صحيحة ثلاث ارباع الستات عندنا كوتش عم بيلعبوا بطريقة غلط يعني اوكي بتقولك انا بعمل تمارين بس تاني يوم بتكون مدمرة بتكون مش عاملة صح كيف ممكن اعطينا تمرين اشي هيك يساعد الستات انها ما يصير في عندها مشاكل بعد التمرين نفس الوقت تستفيد طبعا حاب احكي لك شغلة انه احنا هلأ احنا ما رح نحكي عن تنزيل الوزن رح نحكي عن تحسين العضلات بشكل صحيح تمام. او التمرين اللي ممكن احنا نعمله في البيت يكون صحيح لتحسين العضلات يعني بعد ما البنت تنزل وزنها كشيب يعني تشكيل للجسم لانه لو عملنا احنا مثلا تمارين وكانت البنت عندها زياده وزن بالبدايه لازم انها تنزل وزنها عشان تعمل الشيب صح بالشكل العام صح. هلا احنا بنبلش دائما على المناطق الحساسة اللي عند السيدات بما إننا نحكي عن السيدات نحكي عن المناطق الحساسة اللي هم أسفل البطن الجلوتس اللي هم منطقة الأرداف منطقة دواخل الرجلين مثلا نحكي عن الكوادرسيبس الهامسترينج حال الترهلات نحكي عن تمرين الترايسيبس المنزلي لأنه في ترايسيبس بيستخدم فيه أجهزة وشغلات زي هيك بس نحكي إحنا عن إشي المنزل وبنحكي عن التمارين بشكل عام اللي ممكن الست تعملها بس الطريقة صحيحة طبعاً تمام. 70% من الفائدة بتروح بصحة أو عدم صحة التمرين تمام نبدأ تمام نبلش نبلش شو نحكي نحكي لك اليوم عن مثلاً تمارين أسفل البطن هم تمارين البطن اللي الناس تحكي عنهم تمارين المعدة بس هو بالواضح بالواقع إنه المعدة هي جهاز المعدة هو أسفل البطن عضلات البطن إلى عدة تمارين نبلش فيهم طبعاً بعد الإطالة لازم نعملها أي شخص إحنا نبلش بالتمرين الدايركت الصحيح وطريقة النفس تمام أوكي. طبعاً البطن منقسم لعدة أقسام المنطقة العلوية والمنطقة الوسطى والمنطقة السفلية طبعاً أنا مش عامل كل التمارين أول تمرين تمام اللي هو المعدة من أعلى المعدة طبعاً دائماً لازم وأنا طالع أعمل كرانش تمام كيف؟ يعني بدي أطلع نفس وأنزل شوي شوي 1 2
اوكي تمام. هاي الطريقه يعني بدنا نطلع نفس. النفس إيش ضروري 100% انخفاض العضله 90% من النفس. في ستات بشو بيعملوا؟ بكتموا النفس ببلش بيعملوا الخاطئ من نفس اللي بيعملوا هيك وراسهم بالسقف وما بوصلوا للباقي تبعهم. صح. هلا نحكي عن الوسط. تمام. والوسط الارجح باخذ العضلات كامله. تمام. لانه في انقباض في مراحل راح ياخذ كل العضلات، فاحنا الوسط راح ياخذ التركيز 60% على الوسط. مثلا نعمل هيك نكون مرتاحين نطلع 1 2 لازم النفس 100%. تمام. نعمل على التمارين مثلا تمارين هاي التمارين العضلات البطن. تمام. هسا التمارين اللي بتكون للخواصر للجوانب هاي ايش بتعمل؟ احنا نحكي عن اسفل البطن هسا. تمام. اسفل البطن بنرفع رجلينا مثلا برضو كمان نفس الشيء زي البدلات بالضبط زي كأنه واحد بسبح زي المستقيمات. صح. وظهري مرتفع نص رفع. تمام. هيك احنا اخذنا عضلات البطن كامله. تمام. طبعا هم في اكثر من نوع ممكن نستخدمه. طبعا كمان عضلات البطن السفليه اللي هي الاصعب في عند كل الناس، دائما الاصعب عندهم عضلات البطن السفليه لانها منطقتها حتى عند بين البادي بيلدينغ اخر شيء بتطلع السفليه. فهمت. نعمل كمان البايسيكل. ها طلع كيف؟ لازم تكون اجر مستقيمه. اوكي. وزاويه 90 الثانيه 100%. تمام. اوكي. اوكي. تمام. هلا احنا ممكن نعمل الجوانب بالطريقه هاي. اوكي. انه لازم الايد تلمس الاجر. كعب الرجل. كعب الرجل. رجلين مسكرين. تمام. اوكي. هيك احنا تقريبا لو بدنا نعمل تكرار للناس المبتدئين بنعمل مثلا 15 تكرار علوي، 15 وسط، 15 سفلي للمبتدئ. تمام. تمام. طبعا التمارين الكروس والهاي هي مشكله، ممكن اختار تمرين منهم. تمام. بعدين بصير ازيد بالتدريج. تمام. اتفقنا. موافقه محلاها مش موافقه. عن جد شكرا كوتش اليوم وغلبناك، وان شاء الله حلقتنا بكره رح تكون عن إشي جديد، وحضر حالك للجديد. شكرا. هلا فقرتنا فقره تغذيه بحت، رح نحكي فيها عن مرض السكري، كيف انه التغذيه بتلعب دور كتير كبير بانها تساعد مريض السكري انه يخفف من الاعراض اللي بتصيبه، وبنفس الوقت كمان بتساعده يعرف يختار خياراته من ناحيه الاكل. خلينا نيجي ونفكر فيها، ايش هو مرض السكري؟ مرض السكري هو مرض بصير فيه ارتفاع في نسبة السكر في الدم بسبب عجز الانسولين البنكرياس انه يفرز الانسولين. عشان هيك لازم انا اعرف ايش ادخل لجسمي من نشويات حتى يقدر يعطيني الجسم افراز الانسولين بكميات، اذا كان من النوع الثاني من السكري او اذا كان من النوع الاول من السكري، اعرف قديش انا اخذ كمية انسولين خارجية. خلينا نحكي مع بعض كيف وايش السبب الرئيسي لأنه يصير في عنا مرض السكري. مرض السكري في البداية هو مرض وراثي. هذا المرض الوراثي بنتقل من شخص من الأب والأم، من الشخص الأساسي إلى الشخص الثانوي اللي هو الطفل أو الإبن. هذا النوع بنسميه نحن النوع الأول من السكري، لكن النوع الثاني من السكري يلي بيصير فيه الجسم بيصير فيه تغيرات بسبب عوامل الحياة، بسبب طريقة أكلي، عدم ممارسة الرياضة، هذا كلياته له دور وأساسي فيه. بصير متى؟ بعد سن الأربعين. هلأ في طبعا رح تقولوا لي في كتير ناس قبل سن الأربعين بصير عندهم. نعم. هذا السبب بسبب إنه هو عم بيأكل خطأ. الحياة لايف ستايل تبعتنا لها دور كتير كبير. إني أنا ما بلعب رياضة هاي واحدة من الشغلات اللي كتير أساسية، والشغلة كتير مهمة وكتير أساسية كمان نوعية الأكل اللي أنا بدخله وكمية الأكل يلي أنا بدخلها لحياتي. السمنة لها دور كتير كبير بأنها تساعد الجسم يكون مرض السكري وأمراض أخرى كمان. هلأ حتى أني أنا أحاول أتجه اتجاه صحيح لأكلي لازم أعرف إيش اللي أنا بدخله لجسمي. زي إيش مثلا؟ في عندنا نحن هون شوية مواد أنا حضرتها حتى نحن نعرف إيش هي هاي المواد كيف تتفاعل معي جسم مع الجسم تاعي. يعني نحكي مثلا الشوفان. الشوفان هو من القمح،
لكن هذا الشوفان بيساعد الجسم انه يطرح كل المواد او السكريات اللي زياده فيه، لانه هو يحتوي على كميه عاليه من الالياف. نفس الشيء في عندي انا البرغل، البرغل برضو قمح، لكن بيساعد الالياف الموجوده فيه بتساعد انه الجسم يطرح كل شيء. في عند الرز، الرز بيحتوي على كميه نشويات عالية زي الشوفان، زي المعكرونة، زي البرغل، لكن الإشي الوحيد اللي فيه بيختلف إنه كمية الامتصاص فيه أعلى، عشان هيك حصته كحصص، كنحكي أنواع من الحصص من الأرز أقل من الشوفان والبرغل وحتى المعكرونة. كيف يعني؟ الحصة الواحدة من الأرز 3 كوب، يعني 4 معالق كبار، بتعادل بالضبط نص كوب، يعني 6 معالق كبار من المعكرونة أو الشوفان أو البرغل. عشان هيك أنا لازم أكون عارف إيش بدخل لجسمي وإيش هي هاي الحصص، كيف بتفعل معي جسمها مع الجسم تبعي. هلا أجي أنا بتطلع عليها بطريقة تانية وبحكي إذا أنا أخذت هاي الأشياء، طب أنا وأخذت كمية أكبر منها شو لازم أعمل؟ كاسة قرفة في اليوم بتساعد الجسم بطريقة مش طبيعية حتى أنها توازن معدل الإنسولين في الدم. وكمان شغلة كتير مهمة لازم نعرفها، أنه ممارسة الرياضة جزء أساسي بيساعد على طرد السوائل يلي الجسم بحاول أنه يحبسها بسبب الأدوية اللي أنا باخدها، بسبب الأكل اللي أنا باكله أو كمية الأملاح. ونفس الوقت كمان بتساعدني بطريقة مش طبيعية حتى أنها تنظم مستوى الإنسولين في الدم. عشان هيك أنا انتبه شو عمالي باكل وشو الادويه اذا انا انتظمت عليها، هذا إشي كتير مهم. لازم انتظم على ادويتي حتى ادويتي تساعدني اني انظم مستوى السكر في الدم، ما صار في عندي مضاعفات، لانه السكري له مضاعفات. من هاي المضاعفات العمى لا سمح الله، ممكن صار في عندي قدم السكري، يعني ممكن تؤدي هذا الحكي للبتر بعدين. عشان هيك احاول دائما اني احافظ على عيوني، لانه كمان ممكن تضرب شبكه العين وابطل قادر اني انا اشوف في العين بسبب ارتفاع مستوى السكر في الدم. وكمان ممكن تأثر كتير على الكلى، ممكن تعمل لي اضطراب بالكلى، وممكن تعمل لي عدم خروج، وممكن كمان تعمل توقف في الكلية بشكل تام. وممكن كمان زيادة، هاي الزيادة تساعد أنه يصير في عندي تشمع في الكبد. عشان أخلص من هاي المواضيع كلياتها، ألعب رياضة، أنظم وجباتي، وأخذ 5 وجبات، أشرب 8 كاسات في اليوم مي، ولا تنسوا جزء أساسي أعرف أوزع حصصي خلال النهار من النشويات.